السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده انا هشرح لكم اداة حلوة جدا وهتفيدكم جدا في الشغل، وبالذات لو انت بتتعامل مع داتا كتير قوي واحجام داتا كتيرة هتفيدك كتير قوي، هتفيدك كتير بجد والله. دلوقتي انا عندي دلوقتي 1 2 3 4 جداول، وعندي هنا الخامس اهو. الشيت ده او ده اسمه ورك بوك، ده كده اسمه ورك بوك، ده شيت 1 شيت 2 وهكذا، بس احنا بنقول على الورك بوك ده شيت بس. هو عموما هو الطبيعي اللي اسمه الصح العلمي ده الورك بوك، وده جواه شيت 1 وشيت 2. الفكره عندي في ايه دلوقتي؟ ان انا عندي دلوقتي داتا موجوده في الجدول ده والجدول ده والجدول ده والجدول ده وهكذا، بس كلهم الهيدر لو تلاحظوا الهيدر كل واحد، يعني اسم الموظف، اسم موظف، رقم موظف، فرع وهكذا، كلهم تحت بعض بس منفردين، يعني كل واحد لوحده. فانا دلوقتي عايز اجمع كل الداتا دي اللي موجوده في الاكسل في الجداول دي، وكمان تجمع تحت بعض، يعني تتجمع تحت بعض، وكمان لما اضيف هنا حاجه او اضيف هنا حاجه تسمع في الجدول الاساسي او الجدول الكبير اللي احنا هنشتغل عليه. هنشتغل عليها ازاي ان شاء الله، خليكم معايا. بصوا يا شباب، دلوقتي في حاجه هنا اسمها باور كويري في الداتا. باور كويري هقول لك تعملها ازاي في الداتا. جيت داتا فروم اذر سورسز، في حاجه اسمها بلانك كويري، او هتلاقي في حاجه اسمها بلانك كويري. عموما دور على كلمه جيت داتا فروم اذر سورسز بلانك كويري وندوس عليها. تمام، هنستنى كده شويه لحد ما يحمل. الاداه دي يا جماعه روعه، الباور كويري ده روعه بجد بجد، ابحثوا عليه وان شاء الله بعمل لكم فيديوهات عليه. فعلا الباور كويري ده اختراع وجامد جدا وسهل وبجد بجد حلو قوي. تمام، دلوقتي هو بيحمل اهو، ففتح لي حاجه اسمها بلانك كويري، حاجه كده يعني فاضيه خالص. فانا دلوقتي انا عايز اجيب كل الجداول اللي موجوده في الاكسل الورك بوك ده. هنروح عاملين بيساوي اكسل، نكتب كده، هي ظهرت لي اكسل دوت كارنت ورك بوك، اكسل دوت كارنت ورك بوك، وتفتح الكوس وتقفله تاني، اكسل دوت كارنت ورك بوك، وتدوس انتر. ايه اللي حصل؟ قال لي ان في 1 2 3 4 5، في 5 جداول في الورك بوك دي كلها. تمام، اروح انا دايس على النقطه دي الصغيره دي اللي هي النقطه الصغيره اللي هي ندوس عليها كده مرتين، وبعد كده نيجي يوز اوريجينال كولوم نيم بريفكس، لا نخليها دي كده. هيعمل اكسباند اهو، كده عمل اكسباند كله اهو، والحاجه كلها اتعمل لها اكسباند واتفردت خالص. هنروح كل علينا نروح عاملين كده، نقفل الكوس، نقفل قصدي الباور كويري. هو تلاقيه بيحمل اهو دلوقتي. فدلوقتي هو حمل الداتا اهي اهي، نفتحها كده نعملها كده بالظبط اهي، حملها كلها اهي الداتا كويري. بس الفكره في ايه بقى؟ ان انت لما بتيجي تدوس هنا كليك يمين ريفرش، هنا كانت 21 بقت 41. طب لو دوست هنا كمان ريفرش، بقت من 41 ل 61. الفكرة ان الداتا بتزيد مع نفسها، مع ان انا ما ضفتش حاجة وما عملتش حاجة. طب انا عايز اقفل الموضوع ده، اقفله ازاي؟ هنا في النيم، هنا في هو بيجيب لك التيبل، بيجيب لك كل الداتا فيها تيبل. هنا المشكلة هنا في الكويري ده، لو عملت فلتر على الكويري ده ومهما تعمل ريفرش مش هيعمل حاجة. طب عايزين نقفله خالص بقى من الكويري خالص ده، نروح دايسين عليه هنا مرتين اهو، تمام، ونروح جايين على السورس، نروح دايسين هنا سورس، وهنيجي هنا نعمل هنا ريفرش اول، ظهر لي كلمه كويري. هنروح جايين هنا كده ونفلتر على كلمه كويري دي ونشيله خالص من الفلتر خالص، وبعد كده نعمل كلوز. فدلوقتي الكويري هم 20 رو او 20 صف، فمجرد كل ما تيجي تعمل ريفرش مش هيعمل حاجه، كل ما تعمل ريفرش مش هيعمل حاجه، بس كده. وكمان بقى الفكره كلها ان انت مثلا لو جيت مثلا تضيف هنا حد، يعني مثلا في الجدول رقم 1، الجدول رقم 1 اللي هو ده مثلا، هروح كاتب مثلا محمد تحسين اللي هو انا، مثلا كاتب مثلا محلل بيانات، تمام، وهنيجي هنا في الكويري وندوس كليك يمين نعمل ريفرش، ظهرت اهي محمد تحسين محلل بيانات. تقدر بقى تعمل الموضوع ده كتير قوي. وملحوظه يا جماعه، ملحوظه، ما تنساش تعمل الجدول، لازم تعمله
تيبل، لازم تخليه تدوس كده على الجدول كده وتعمله انسيرت تيبل. لما تيجي تقف على الجدول يظهر لك حاجه اسمها تيبل ديزاين، لازم تخليه تيبل عشان لما تيجي تضيف اي حاجه تسمع على طول في الرينج بتاع الكويري. لازم 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 تعمله انسيرت هنا وتدوس جدول وتخليه كده. بس كده يا شباب، الموضوع سهل جدا وبسيط، وان شاء الله اتمنى اكون سهلته عليكم. ده append اللي انت هتعمل الحاق للجداول كلها تحت بعض. دي جزء بسيط من الباور كويري، والباور كويري ده حاجه كبيره قوي، طول كبيره جدا، وبصراحه سهله جدا. شكرا جدا ليكم يا جماعه. معاكم محمد تحسين، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا الواحد والله بيتعب جامد قوي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.